خلينا نضع نقطة على حال الرواية في مسار يوسف الحميد. في تغريدة ما ودي تنتهي الحلقة قبل لا أطرحها عليك حتى أفهم الفكرة التي تنشدها. ورونا التغريدة. هذه تغريدة نشرتها مؤخرا. الكتاب يستحق الكثير. عبارة ترددها: كل ما زرت معرض عربي أو أجنبي، لماذا لم نخصص له هيئة عامة حتى الآن؟ ليش تبي هيئة للكتاب؟ يعني والله يستحق. الكتاب يستحق، يعني الكتاب هو أساس الثقافة. يعني أمة بلا كتاب لا شيء. والهيئة لما تحدث عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، لأن هؤلاء المصريون عرفوا كيف يتجاوزوا حالة التخلف في المجتمع المصري. يعني كلنا نعرف أن ضيق ذات اليد لدى القارئ المصري مسألة صعبة، يعني ولا يستطيع أن يوفر لقمة العيش، كيف يصرف ما يجنيه على كتاب مثلا. فصار في كتاب مدعوم، أصبح كتاب مدعوم. تجد كتاب ضخم في تكاليف تأليف وتصحيح وتنضيد وطباعة وإلى آخره، وتجد المبلغ زهيد 10 جنيه مثلا، يعني ما يعادل ريالين ونص 3 ريال. فهؤلاء عرفوا كيف يحلوا. احنا بالنسبه لنا ربما لا توجد عندنا هذه المشكله بالدرجه الاولى، لكن توجد عندنا مشكله تنفيذ منافذ توزيع. لا تستطيع ان تجد الكتاب، يعني تطبع كتب كثيره جدا، وايضا في كتب مهمه للغايه لكنها لا توزع بشكل جيد. لا يوجد الا مكتبه واحده ولها عدة فروع. إذا لم تجد الكتاب في هذه المكتبة، معناه أنه على الكتاب السلام. في كتب كثيرة، يعني في كتب رواد مفروض تعاد طباعتها. يعني وجود هيئة أنا أعتقد تعنى بالكتاب السعودي سوف تحقق الكثير في ظل انصرافنا، وأيضا أكررها مرة أخرى، إلى أشياء أخرى في الثقافة بشكل عام. أمري يحدو أملك. اشتكت للرسم؟ والله لا، الرسم طبعا كان مرحلة مبكرة، يعني في مرحلة الثانوي والجامعة، وبعدين توقفت عنه، لكنني لم أتوقف عن اقتناء الفن. تقتني لوحات؟ اي طبعا. توقفك كان بسبب قناعة الوالدة، ليس كذلك؟ اي بالضبط، يعني تعرف يعني الأمهات النجديات، وفي مرحلة سابقة أنه رسم الأحياء يعني يعتبر ما هو جيد أو أنه محرم أو ما شابه ذلك. فيعني كانت هذه رغبتها، توقفت عنه وانصرفت إلى الكتابة، وانصرفت أيضا إلى الفوتوغراف. فاشتغلت في التصوير الفوتوغرافي خلال مرحلة التسعينات، والآن أطلع غيظي باقتناء اللوحات. أنا أعتقد أنك أنت الابن الذي رزقت به بعد سبع بنات. بالضبط. فيعني كنت محظوظ أن جئت بعد سبع بنات، لأنه أصبح لي عناية خاصة، واهتمت بي والدتي رحم الله كثيرا في مسألة القراءة، فكانت توفر لي كل ما أريد في مسألة القراءة. يعني قرأت كثيرا في مرحلة مبكرة، يعني قرأت كتب كبيرة، يعني يمكن لا أبناء جيلي قد لا يقرؤون كتب على 500 صفحة. فكنا محظوظين بوجود مكتبة قريبة من الحي، فكانت لا تتوقف هذه المكتبة عن استيراد كتب من بيروت، يعني كتب مترجمة وكتب من الأساطير والسيرة الشعبية. فكل هذه الأشياء هي أسست تجربتي مبكرا. في أحد من الروائيين الجدد السعوديين يشد انتباه يوسف حميد؟ والله يعني جدد يمكن تحدث الجيل الذي بعدكم. أكيد طبعًا في أسماء جديدة، يعني من أبرز الأسماء اللي تشوفها أنها قادرة على صناعة فارق، يعني ما أهم الأسماء يعني اللي جاءت بعد جيلي أنا وعبد الخالق. نعم. بدرية البشر وميمة الخميس، مثلًا محمد حسن علوان. محمد أثبت نفسه بشكل جميل، يعني وكتب أعمال يعني لاقت اهتمام، فاز على البوكر أيضًا، بالضبط، وجوائز وترجمة. فأعتقد محمد اسم. يعني من غيره؟ والله ما يحضرني الآن صراحة، لأنه التجربة التي ترمي عمل واحد ثم تختفي لا تستطيع أن تراهن عليها. رئة واحدة، هذا اللي يقولك ما عنده إلا رئة واحدة، ما عنده نفس طويل في مسألة الكتابة. بالضبط. الغالبية كذا. والله كثير من التجارب للأسف تكتب رواية ويعتقدون أنه
أنه سيحصل على المجد من خلال عمل واحد ثم ينصرف.